هاديك زيدي هاديك عطيها زيدي حكي هاديك. السلام عليكم وتحياتي للجمهور ديال الوانكم داخل المغرب وخارجه، كنحييكم تحيه كبيره من خوكم امين ميلانو. وباش نرجعوا للموضوع ديالنا ديال الاغنيه ديال كلمات الاغنيه ديال مي نعيمه، كانت الفكره ديال الاستاذ مراد مسهلي. بعد ما اتصل بي الاستاذ مخرج مسهلي مراد وكنا هضرنا وناقشنا هذا الموضوع ديال 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 القناه ديال مي نعيمه اللي ولات اللي خرجات ما بقاش عندها واحد الهدف ولا واحد المنتوج، ولات خارجه على المسار ديالها مره، ولاو الناس كينتقدوها بزاف. بعد ما كانت واحد المره ظريفه والناس كيبغيوها، ودابا كلشي بحال تقلب عليها. وجات الفكرة واتصل بيا ونسقنا انا وياه ان شاء الله، ودا داكشي زوين، درنا كلمات وعطيتو الكلمات ولحنهم هو، وان شاء الله يعجبكم الديسك، راه اغنيه زوينه. وبالنسبه للكناعمه كبدويه، راه اغنيه راه برا بدويه، اغنيه عليها راه بدويه نيشان. ويقول مورا داكشي قالتو هي قولوا رد عليها. الاغنيه العنوان ديالها ما بغاوش ليا الخير، ما بغاوش ليا الخير، جات كفكره على الهضره اللي كتقول. هي كتقول بان الناس عندها خصوم، عندها ماشي منتقدين، عندها خصوم، عندها اعداء. ما كتقولش عندي منتقدين، كتقول كاين منتقدين انايا على راسي وعينيا، ولكن ما يعايرونيش، وديك الاعداء كيعايروها. وحنا خدينا ديك الفكره باش نحاولوا نصلحوا ما بين الاعداء ديالها وما بين مي نعيمه البدويه. اتونسيون ساتور اكشن. وانتم نعيمة ولا وحدة أخرى، وتحية لكم كبيرة، شكرا جزيل الشكر، شكرا عليكم. لا بالعكس، مي نعيمة عندها علاقة مع الغناء وكتغني، والدليل راه تسمعوا الأغنية وتشوفوا كل شيء. وبالنسبة للمنتقدين اللي كيقولوا بأن مي نعيمة راه ما عندهاش علاقة مع الغناء، بالعكس راه كتغني. والعمل الى الانتقاد، اذا العمل راه كاين، اذا العمل راه وصل للجمهور. واي عمل كيكون ناجح راه ضروري غادي ينتقدوه. اما درتي شي عمل وما تقدر حتى شي واحد، عرف راسك راه ما كاينش نتايا وما كاينش ديك العمل. طبيعة الحال نقدر نشوفو مي نعيمة كتنافس المغنيات في المجال الأغنية المغربية الشعبية البلدية، حيت عندها طاقات والموهبة كاينة الموهبة. وخصوصا هاد الأغنية كيفاش أداتها بإحساس، بأن ديك الكلمات بإحساس، داكشي اللي كاين، الواقع اللي كتعيشو، اللي باغا تقولو، اللي باغا تخرجو للجمهور، لقاتو في ديك الكلمات الأغنية وفي الألحان ديالها. ودابا تبارك الله دات داكشي زوين وغادي يعجبكم إن شاء الله. لدرجة بان ملي كنا كنسجلوا معاها الاغنيه ما لقيناش معاها صعوبه. السيده تبارك الله عندها موهبه وكتغني، وحسات بديك الكلام، حسات بالكلام ديال الاغنيه، حسات به، لحقاش محطوط عليها وخارج منها.
ملي شفت الفيديو كليب وشفت الزوج ديالها معاها كيضرب الكمانجه وكذا عجبني الحال شوم بانه خداو بواحد الطريقه كوميديه ونشطوا مع راسهم بحال داكشي اللي بغينا حنا بغينا كلشي يكون ناشط ويكون فرحان والدنيا تكون زوينه وما يكونش الحقد وما يكونش الخبط وعند وما تحسدش اكشن بطبيعة الحال المغاربة لا داخل الوطن ولا خارج الأرض الوطن كيبغيو بحال هاد الفيديوهات كيستأنسوا بهم كي اللي الله يحسن العون كي اللي كيخدم من الصباح حتى الليل كيخرج في الليل كيرجع في الليل خصو شي حاجة الحنين ديالو لبلادو كيشوف فيديوهات بحال هادو كيفوجوا عليه شوية وتا الناس ديال المغرب تا هما كذلك واي واحد عنده الحق ينتقد وما يعايرش طبيعة الحال حيت حشومة ماشي من قلة الأدب اي واحد عنده الحق ينتقد وحنا حنا قابلين الانتقادات ديالكم الا كانت شي حاجه ما تنتقدوا مرحبا وناخذوها حنا بعين الاعتبار ونطوروا راسنا ونزيدوا نديروا ما احسن ان شاء الله اللهم نشوفوا هاد الفيديوهات بحال هكا فيهم الفن وفيهم كلمات وفيهم الحان وحسن ما نشوفوا وفيهم فرجه وفيهم الناس كي المتلقي كيضحك كيفاجي شويه على راسه ولا تشوف شي فيديوهات راكم عارفين ديال اللي كاينين دابا في اليوتيوب راه كاين دابا غير اجي ولوح حشومه كاع زائد 18 ولا زائد 21 كاع وصلنا لشي حوايج ولا شي وحدين غير كيبكي وداكشي كيطيحوا في المشاعر ديال عباد الله والله يلطف بينا الله يدير شي تاويد خير بالنسبه للفيديو كليب اللي كانوا فيه تصاور في الجينيريك ديال الملحين وكاتب كلمات والفكره والاخراج هذيك فكره جديده اللي غتولي تكون دابا كلشي غيولي يديرها وانا متاكد ان كلشي غادي يولي يديرها في الجينيريك ونتمنى انا فكره عجبتني طبيعه الحال ودارت اكس مرحبا والف مرحبا انا مستعد باش نكتب ونتعاون مع اي فنانين شباب نساعد نتعاون معهم 100% ما عنديش المشكل اللي عنده موهبه واللي عنده كفاءات مرحبا على راسي وعينيا ونصايب هذيك الشيء اللي على قدو نفصل لك كما كيقول الخياط نفصل لك كتوب على قدك بالنسبه للجديد الامين ميلانو كاين واحد ديو شعبي ان شاء الله يخرج في راس العام اخر ديال شهر ديسمبر مع الفنانة هدى الناشطة أغنية شعبية 100% أتمنى إن شاء الله تعجبكم من توزيع هشام فطوشي الفنان الكبير هشام فطوشي طبيعة الحال كل شيء كيعرفو ونتمنى تعجبكم وخليونا انتقادات ديالكم وليكومنتر ديالكم راه حنا كنهتموا بهم وكنشوفوهم كاملين ككلمة أخيرة للجمهور ديال قناة ألوانكم لا داخل المغرب وخارجه من عند خوكم أمين ميلانو كنحييكم وكنقول لكم كنموت عليكم وخلي تليفونك في يدك قرا الجديد قريب إن شاء الله نموت عليكم